دي غسالة نص اوتوماتيك بحوضين بتنزل مية على الارض، وده خطر جدا لان المية اللي بتنزل دي لما نلاقي مية نازلة من تحت الغسالة او من نلاقي مية كده تحت الغسالة فده بيكون خطر جدا، لان ممكن يحرق موتور من المواتير دي، ودي اسعارها غالية جدا، لان وصلها لو وصلها مية او رطوبة هتبدأ تتحرق. الناس اللي بتسأل غسالتي بتسرب مية ازاي اقدر اعرفها او ازاي اقدر احلها، لازم تكتشف بنفسك مكان التسريب، وده في كل انواع الغسالات. اي غسالة بتسرب مية او بتلاقي تحتها مية او بعد الغسيل او اثناء الغسيل المية بتيجي عليها، لازم تكتشف بنفسك بتسرب منين. ممكن الاماكن اللي بيحصل فيها ممكن يكون الكاوتشة دي مقطوعة، دي الكاوتشة بتاعة العصارة ممكن تكون مقطوعة، فبنملى مية في حوض العصر وحوض الغسيل وبنبدأ نشوف هل في مية بتنزل، نبدأ نحرك كده ونشوف. وده الجير بوكس اللي هو بتاع دوران الغسيل، ده برضو ممكن يكون بايظ فبيسرب مية، فدي أول حاجة نشوفها. وبعدين بعد كده دي أكتر مكانين بيبقوا فيه مية، ممكن يكون الحوض نفسه، حوض الغسيل او حوض العصر مكسور من اي مكان، فلو صعب علينا ان المكان موجود فين تسريب المياه ممكن نحط اي لون في المياه زي زهرة بتاعة الغسيل او اي حاجة لونها ازرق او اي لون تاني من عند العطار، زي في الوان بتبقى عند العطار او عند بتاع البويات عشان تقدر تعرف مكان التسريب بالظبط. وطالما بتسرب ميه واكتشفت ان هي بتسرب ميه ولقيت ميه على الارض هتقدر تعرف ده. بعد ما دورنا وحطينا ميه لقينا مكان التسريب هنا، شايفين اهو، ده اهو ده كسر وعامل كده، معرفش ده فار ولا ايه. وفي من تحت كمان اهو، ده كسر، شايفين هو ده اللي بيسرب ميه. طبعا مع دوران الميه باستمرار هيبدأ ينزل ميه هتيجي على الموتور مع الحركه والهواء هيتحرق مننا، فلازم نعالجه. نعالجه ازاي؟ لازم الاول نكتشف او ننظف مكانه، ده معالجته بتغيير الجزء ده. الجزء ده ممكن ما نلاقوهوش جديد، الجزء اللي جاي من حله العصر وجاي من حله الغسيل مع بعض نازلين للصف، ممكن كمان يكون الخرطوم مقطوع، نخلي بالنا ما اتكلمناش عنه، ممكن يكون مقطوع من هنا هو اللي مسبب المشكله او من تحت. فالاول نبدا نلحمه علشان احنا ما لقيناش منه جديد. ممكن نلاقي في غسالات قديمه من الخرده او اي حاجه تقطيع بس مش متوفر حاليا، فاحنا هنبدا باللحام. اللحام هيبدا كويس، بس قبل اللحام نازل ننشف الميه ولازم ننظف مكانه. احنا كده بنعمل فرشه سلك، نعمل تخشينه كل مكان قبل ما نلحم. اهو بعد ما نظفنا جزء زي دوت او ممكن سلك مواعين، فرشه سلك، صنفرة خشنة حدادي بس بحيث ان نخشنها عشان اللحام يمسك فيها كويس. بعد كده ننضفها برضو كويس، نتأكد ان مفيش مية ومفيش اي حاجة عشان نلحم. طيب هنلحم بايه؟ في كذا نوع لحام، لحام اسمه لحام 2 في 1 او سيليكون عظم. ده اقل نوع فيهم اللي هو A و B C اسمه لاصق صاروخ، ده صناعة مصرية، وفي صناعة افضل صيني وفي امريكي وفي اي نوع، بس دي ما عليهاش ضغط مية، يعني ما فيش ضغط مية، مجرد المية بتمر بس بدون ضغط عالي، كمان مش شايلة حاجة، فأي حاجة ده عادي، وده تقريبا أقل حاجة أو النوع الشعبي، لكن ممتاز ما فيهوش أي مشكلة. أهو 2 في 1 فأي لحام. في انواع كتير، الناس اللي بتسال عن انواع، اي لحام يلحم حتى لو اقل حاجه هيلحم كويس جدا وهيبقى كويس. بس نخلي بالنا الفتحه دي كبيره. ده اللي هو العازل بتاع سلك الكهرباء زي الكابل ده، شيل منه حته كده ونحطها في الجزء الكبير ده.
نجيب حتة أكبر شوية. بحيث ان الفتحة ما تكونش كتيرة. طبعا اللحام ما يلزق عليه احنا ما عملناش قوي، ودي برضو ولا دي بسيطة مش مشكلة اهو، بحيث ان اللحام ما يبقاش حتة كبيرة، الحتة كبيرة ممكن يشقق معانا اهو. الدنيا بس ضيقة ونبدأ نلحم. نحط الاتنين مع بعض 50% و50%. في انواع تانية بيبقى 70% و30%، بتبقى انبوبه صغيره وانبوبه كبيره. ده نبدا نحطهم مع بعض. اللحام لازم بطريقه كويسه، اهم من اللحام زي ما احنا قلنا، اهم من اللحام اللي هو التنظيف قبل منه. ده دي المفروض نعمل فيها الفرشه دي بس قصص، هنعمل على الصاجه بتاعه الظهر. اول حاجه بنفتح، وبعدين نعمل كده. عشان تتفتح معانا نفتح، تبقى مقفوله برضو، نعمل كده عشان تتفتح معانا. نيجي بقى الانبوبتين، فضيهم وشغال بايديك الاثنين. هفضل بطير نقلب، لازم نقلب كويس الاثنين مع بعض. ونبدا نجيبها، نجيب الجزء ده كله كده. لحمنا، استنى بقى حتى ما تنشف، نخلي بالنا بس علشان اللحم تحت، عشان مفيش حاجة تقع. خلينا متابعين لحد ما تنشف شوية، عشان ممكن نقطة تقع قبل ما تسيل كده. احنا نركبها ونتأكد ان هي في مكانها الصحيح. شايفين اللحام لسه هيبدا يغمق لما ينشف، لكن كويس جدا. ده لحام حديد، لحام قوي، بينشف بسرعه، بينشف خلال 10 دقائق، لكن احنا مش هنجرب غير بعد ساعه علشان نتاكد ان هو نشف كويس. عايزين نلف على كل الاماكن، في اجزاء منه نشفت كده، بيبدا لونه هو بيسخن جدا، بيبدا لونه يتغير من شفاف بقى في الوان رصاصي، وفي الوان ابيض زي دوت اهو كده. زي ما احنا شايفين لحام قوي جدا بزياده. لو نشف وضغطنا عليه بالشاكوش ولا باي حاجه مش هيحصل له اي حاجه، هيبقى قوي جدا، لان عن تجربه يعني. وهنجرب برضو الميه بعد ما ينشف خالص وكده، يبقى خلاص حلينا المشكله، عرفنا مكانها، اكتشفنا مكانها وعالجناها. بالنسبه للناس اللي بتسال ده منين، ده الحجم الصغير سعره 10 جنيه، في ب 15، في ب 20، في ب 25، في معانا لحد 100 جنيه، وعلى حسب طبعا الحاجه اللي احنا هنعملها. ده ب 10 جنيه جزء صغير، ده يكفي، احنا عاملين زياده يعني، احنا خلصناها ما بقيناش منها، ممكن يكون نصها بس يكفي حاجه زي كده. نقدر نلحم بيها رف ثلاجه، اي حاجه بلاستيك، واي حاجه حديد، حتى لو حوض او اي حاجه نقدر نلحمه بيه. بتتباع في محلات اللي هو بيع الادوات، الاجهزه، بيع قطع غيار الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه المنزليه، بتاع قطع غيار الغسالات، ممكن تلاقيها عند الكهربائي، تبقى متوفرة حتى في المكتبات. ممكن تلاقي كمان في المكتبات، ده اسمه لحام 2 في 1.
نوعه في انواع منه كتير، قول له 2 في 1 او لحام حديد 2 في 1 او A و B، ده معروف.